تحياتي لكل اخواتي الاهلاويه في كل مكان، يا رب تكونوا بصحه وبسعاده وفي امان. معادنا النهارده في فيديو من قناه البليله وفضيحه كبرى للصلعاوي وشكوكه عبد الشكور وابو ليا التلاته والثنائي المطب لطيف. طبل وزغرط وارقص وهز المرتضى زي ما انت عايز، بس ما تجيبش سيره النادي الاهلي. هندخل ونشوف العيال دي قالت ايه على النادي الاهلي وهنرد عليهم. بس قبل ما ندخل نشوف الفيديو، حضرتك تدينا لايك المتين وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد عن النادي الاهلي، وما تنساش تختار كل الاشعارات. اخواتي الاهلاويه اللي جايين من خلال الفيسبوك هتعمل ايه بقى؟ هتدخل على القناة بتاعتنا وهتدوس على الثلاث نقط اللي فوق الفيديو وهيطلع لك قائمة، هتختار فتح في اليوتيوب. اول ما هتختار القائمة دي وهتختار البند بتاع فتح في اليوتيوب، هيجي لك ان انت تشترك في القناة عادي من غير تسجيل دخول، هيجي لك ان انت تعمل لايك وتعمل مشاركة وتعمل كومنت من غير ما تعمل لا تحط باسورد ولا تحط ميل ولا تحط اي حاجة. فهندخل على الفيديو بتاعنا على طول ونسمع المرتزقة قالوا ايه ونعقب على الكلام اللي قالوه. نسمع. في النادي انا انبهرت، شفت حاجات. لا ده احنا مش نطبل، ده احنا نطبل ونظبط. لا هي القصه. بص يا كابتن، لا يعني انا قصدي ايه، مش تطبيل. اللي بيطبل، بص يا كابتن، اللي بيطبل بيطبل في الناحيه الثانيه، وهم اللي عارفين ان هم اللي بيطبلوا ومعاهم الدرمزات. بس هم اتهمونا بكده. احنا هنا يا كابتن مؤمنين. اذا كان التطبيل كابتن، احنا هنا مؤمنين بتجربه. انا بطبل على حق يا كابتن. انت شايف نجاح هتقول عليه فشل؟ انا مش فاهم. لما تشوف فشل وتقول عليه نجاح تبقى انت بتطبل. يعني اللي بيشوف الفشل ويشوف الفاشل ويقول عليه ناجح هو ده اللي بيشوف الملعب الايجار، اللي بيشوف الملعب الايجار ان ده انجاز، وان الحفله اللي اتعملت الملعب الايجار ان هو وان ده كمان مش ايجار. لا امال طلع ايه؟ مش ايجار والله. ما دفعوش الايجار؟ لا مش ايجار ولا ايجار ولا تمليك، ما لهمش علاقه بيه. طب اللي بيشوف القصه دي انجاز، ده اللي بيطبل. الايجار اللي بيشوف ان نادي يقعد ثلاث سنين عشان يعمل فصول حواليه بس كده، ان ده انجاز انشائي رائع، كانه مثلا بنوا الهرم الرابع، ده اللي بيطبل. كانه سور الصين. ده اللي بيطبل. ولكن انت يا كابتن بتتكلم عن انجازات على ارض الواقع. احنا على فكره لا والله هنا بص يا كابتن، مستشار مرتضى منصور اثبت ان هو حريف في الاداره. تكلمت في بدايه الحلقه عن الانجاز بتاع قطاع الناشئين، طبعا، وازاي ان اداره نادي الزمالك برئاسه المستشار مرتضى منصور اهتمت بهذا القطاع، فكانت النتيجه اللي الناس بتتكلم عنها دلوقتي. انت بتتكلم عن ثلاث او اربع او خمس لعيبه خلاص. سمعنا شكوكه عبد الشكور وسمعنا الصلعاوي وابو ليا. ابو ليا بيقول احنا نطبل نطبل، راح الصلعاوي لح وقال له لا احنا ما بنطبلش، احنا بنقول على النجاح نجاح والفشل فشل، احنا ما بنطبلش. النادي الاهلي بيعمل سور وكانه سور الصين العظيم، واتناسى او ناسى او تناسى ان النادي الاهلي عنده فرع واثنين وثلاثة وعشرة، مش زي ناس عندهم فرع واحد وعاملينه الليل عليه، يعمل لك حفرة ويعملها حمام سباحة يقول لك ده مرتضى عمل حمام سباحة، يعمل صالة جمباز ويقول لك مرتضى عمل صالة جمباز، يعمل صالة كمال اجسام، يعمل مسجد، يعمل مش عارف ايه، يقول لك عمل كل دوة في مكان واحد، في فرع واحد، مش عدة افرع في القاهرة، لا، او في مصر، مش عدة افرع، لا، يقول لك يتكلم على ان ايه النادي الاهلي فشل وبيعمل سور يبقى يعمل بتاع، ويقول لك الملعب الايجار، تاني قال له مش ايجار، قال له امال ايه؟ قال له ما لهمش دعوه بيه، ما لهمش علاقه بيه. يعني ايه ما لهمش علاقه بيه؟ امال البانر الكبير اللي مكتوب النادي الاهلي نادي القرن اللي متعلق في استاد النادي الاهلي استاد السلام سابقا، ده ايه يا كابتن شكوكو؟ البنارات بتاعت اللعيبه اللي موجوده في غرفه خلع الملابس وعلى سور الاستاد من بره، ده ايه يا كابتن شكوكو؟ المشكله بتاعت الناس دي ان عندها مش حرقان من النادي الاهلي وبس، لا، ده هم خايفين من سقوط مرتضى منصور، لان مرتضى منصور لما هيسقط الناس دي مش هيبقى لها اكل عيش في اي اعلام، هيستضيفوهم فين الناس دي؟ الناس دي هتروح فين؟ هتروح في قناه النهار ولا في قناه مش عارف، وهيقولوا ايه؟ هيقولوا نفس الكلام والهراء اللي هم بيقولوه ده اهو. فسقوط مرتضى معناه سقوط المنظومة الإعلامية الفاسدة لقناة البليلة، فالناس دي عايزة تحافظ على أكل عيشها، وإنها بتسترزق من ورا مرتضى إنها تشتم وتسب وتلعن في النادي الأهلي وفي جماهير النادي الأهلي وفي إدارة النادي الأهلي.
هي دي قناة البليلة والقائمين على قناة البليلة. خلص الفيديو بتاعنا النهاردة، فيديو سريع. انا بحاول انوع في الفيديوهات بتاعتي، والفترة اللي جاية كمان هجيب لكم اخبار من قلب النادي الاهلي، اخبار حصرية من قلب النادي الاهلي. انا بشكركم شكرا جزيلا كل اخواتي الاهلوية في كل مكان. ما تنساش تدعمنا باللايك المتين، وتشترك في القناة، وتفعل زر الجرس، وتختار كل الاشعارات عشان يوصلك كل جديد عن النادي الاهلي. واخواتي الاهلوية اللي داخلين من الفيسبوك، حضرتك هتلاقي 3 نقط فوق الفيديو، 3 نقط هتدوس عليهم هتظهر لك القائمة دي اللي قدامك. هتختار فتح في اليوتيوب، اول ما تدوس على الفتح في اليوتيوب مش هيطلب منك تسجيل دخول، لان انا عارف الناس اللي بيطلب منها تسجيل دخول ما بتشتركش ولا بتعمل لايك ولا كومنت ولا اي حاجة، فده وفر عليك ان انت تعمل تسجيل دخول. اول ما هتدوس عليها هتلاقي نفسك في اليوتيوب، هتعمل اشتراك في القناة، وتفعل زر الجرس، وتختار كل الاشعارات عشان يوصل لك كل جديد عن النادي الاهلي واخبار النادي الاهلي. بشكركم شكرا جزيلا كل اخواتي الاهلوية، وسلام عليكم.